وجودي معكم اليوم بمدينة العرابيش، هذه المدينة الجميلة، هذه المدينة الرقراقة. دنفت إليها ليلا وفاجأتني صباحا بكل هذا البهاء وبكل هذا الجمال، وصراحة تشبه مدينتي التي أعشقها، تشبه مدينتي إلى حد كبير مدينة الصويرة. فسعدت كثيرا بتواجدي بهذه المدينة، سعدت كثيرا بهذه الوجوه الخيرة، هذه الوجوه الفاضلة التي تنتمي لعالم الثقافة وعالم الإبداع. سعدت بهذا الجمهور العرائش، العرائش التي لها رنة في الذاكرة ورنة في الوجدان ورنة في التاريخ المغربي. وحينما نتكلم عن العرائش فإننا نتكلم عن معركة وادي المخازن بكل ثقلها التاريخي والنضالي والجهادي والإنساني. فهنيئا لنا بهذا التاريخ، وهنيئا لنا بهذه المدينة المجيدة التي هي تشكل إلى أخواتها المدن الأخرى رافدا غنيا بالثقافة وبالإبداع وبالحضور. كنت أود صراحة أن أرتجل ورقة عن كتابي الذي تشرفت بالإعداد والتعليق عليه، ولكني خفت أن أسقط في زمن الارتجال، والارتجال عادة زمن له زمن خاص، زمن رفرف، زمن ينقلك من موضوعة إلى أخرى ومن تيمة إلى أخرى، خصوصا وأننا ننتظر أنشطة أخرى، تكريمات وقراءة شعرية. فالثقافة إذا كانت شكرا مرة أخرى لهذا الحضور الكريم، شكرا مرة أخرى لهذا الحضور الكريم، شكرا عميقا ومن القلب للأستاذة الفاضلة الملكة جباري رئيسة جمعية السلم والثقافة، شكرا على إنسانيتها المعرفة، شكرا على أخلاقها، شكرا على تواصلها الراقي، شكرا على أخوتها. وما كنت أظن منها وما كنت أنتظر كل هذا العطاء، كل هذا الترحاب، كل هذه الإنسانية، فشكرا لك مجددا، وشكرا لجودية الخفاء أستاذة مالي أمينة إزداغن، شكرا على دينامياتها، شكرا على تواصلها، وشكرا لكل الحضور الكريم الذي شرفني بحضوره وشرفني ببسمته وشرفني بالإصغاء وبالإنصات وبالتتبع وبأن يتقاسم معي قلق وفرحة هذا الكتاب. والواقع أن هذا الكتاب هو نابع مني، نابع من أسرتي، نابع من محلي، من 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 جهتي، وهو ينتمي إلى الثقافة المحلية وينتمي إلينا جميعا، ينتمي إلى تاريخنا وإلى ذاكرتنا الجماعية، وينتمي إلى هذا الزخم الكبير للمغرب كله في الوطنية وفي الجهاد وفي العطاء. فلا بد أن أسرد نقطة بعينها، نقطة مضبوطة جدا، لأنني لا أتكلم عن شخص عادي، إنني أتكلم عن بطل مجاهد كبير في روحه، في عطائه، في نضاليته ودفاعه على هذا الوطن المغفور له محمد الخامس طيب الله تراه، الذي جاهد وضحى من أجل أن يرتقي المغرب وأن يحتل المكان الذي تروق به ضمن بقية الأمم وضمن بقية الثقافات. فإذا كانت الثقافة فروع كثيرة، أهمها في نظرنا هو التاريخ، لأنه يربط الماضي بالحاضر
الحاضرة في المستقبل. لذلك كانت هذه الندوة، ومن المفروض أو علمت أن هذه الندوة كانت في اختيارها لهذا الشعار الثقافة رهان المجتمع متعدد الروافد. وأظن أن الندوة لازالت محافظة على هذا الشعار، وإن لم أره على الواجهة. فهذه الروافد لا تتمثل فقط في الحواضر، وإنما في القبائل، وربما كانت القبائل بفضل محدوديتها أكثر حفاظا على الثقافة الأصيلة من المدينة المعرضة للتغيرات والاختلاط وما شابه. إن الثقافة بالقبائل تمتاح من عناصر كثيرة، أهمها التاريخ المحلي. وإذا ما ألقيت نظرة على المؤلفات التي اعتنت بهذه الخاصية في القرن الماضي، نجد أن البادية أخذت حظها من العناية والاهتمام من طرف فقهائها الذين إضافة إلى ثقافتهم الدينية شاركوا في الحركة التأليفية، فأبرزوا وجوها جديرة للاهتمام، وهي المشاركة في الحركة اليومية النضالية التي عاشها الشعب المغربي من عشرينيات القرن الماضي. ومن جملتهم الفقيه مؤلف كتاب مرآة الدسائس في محنة الاستعمار، إيمانا بمني بإعادة الاعتبار للتاريخ المحلي وانتصارا للذاكرة الجماعية واستخراج مخبئاتها، ولأجل ربط الماضي بالحاضر ولدوافع أخرى كانت الأساس ليبرز مجهودي المتواضع تعليقا وإعدادا. ومن جملة الدوافع أولا أن الملك البطل محمد الخامس طيب الله ثراه ليس مقدرا عندنا كملك ورائد وطني، وإنما محبوبا ومنظورا إليه وإلى تاريخه وعهده بعين التجلة والإكرام، خاصة وأن الجد رحمة الله عليه ذاق مرارة مواقفه الوطنية فتعرض للنكر والضر في نفسه وعائلته ومصالحه. ويكفي أنه حظي بالمتول بين العاهل الكريم عدة مرات. وغير هذا المؤلف الذي هو مرآة الدسائس، هناك كتاب آخر للفقيه بعنوان سلم القاصدين إلى حضرة أشرف المرسلين، وهو كتاب صوفي صلواته وتوسلاته متوجهة إلى ربه أن يلطف بالملك المنفي ويرده معززا منتصرا لشعبه جوهرة لا تقوم كما قال. وقد أورثنا الفقيه رحمة الله عليه هذه المحبة الوارفة والكبيرة للبطل المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه. ثانيا، المساهمة في جعل الشباب يقتحمون لجة البحث في كنوز التاريخ المغربي سواء القديم أو الحديث، خاصة الفترة التي خضع فيها للاحتلال الأجنبي. ثالثا، تقريب المفاهيم والرؤى في نواحي الوطن، ولا يغيب عن البال أن التقصير في هذا المجال كبير جدا، خاصة وأن المجال الثقافي يعاني من بعض الركود ومن عدم التواصل بين المثقفين وغير ذلك الكثير. لكن يمكنني أن أختصر وأجمل أني أرى هذا المجهود المتواضع الذي قمت بإخراجه للناس هو بمثابة صحوة صغيرة أدعو بها أبناء جيلي لأن ينخرطوا من جديد لتحقيق مسيرة
ثالثة بعد مسيرة الاستقلال والمسيرة الخضراء، ولتكون المسيرة الآن مسيرة الوعي بالذات والشخصية والتاريخ المشرق والأمل الفسيح في المستقبل. وشكرا لكم مرة أخرى، شكرا لحضوركم، شكرا لبهائكم، شكرا لحسن إصغائكم، شكرا لأنكم أعطيتموني صورة جميلة ومشرقة عن مدينة الأعراش بإنسانها بأخلاقها وبتواصلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.